كل مكان بيشجع ولا ملايين بينادوا باسم نادينا زملكاوية والفخر لينا زملكاوية والفخر لينا زملكاوية والفخر لينا. للمرة الخامسة في تاريخه في آخر 6 سنوات أحكم الزمالك قبضته على بطولته المفضلة خلال السنوات الأخيرة كأس مصر، وتوج بها رسميا للمرة 26 في تاريخه عقب تغلبه على سموحة بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، وذلك عقب التعادل في الوقت الأصلي والإضافي إيجابيا بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الجيش في برج العرب قرب الإسكندرية. وتقدم سموحة بهدف مبكر لحسام حسن الذي طرد في الدقيقة 69، مما سهل من مهمة الزمالك بإدراك التعادل عبر الكونغولي كسنغو. وخاض الفريقان وقتا إضافيا لم تتبدل فيه النتيجة، فاحتكما بركلات الترجيح التي حسمها الزمالك في مصلحته، وتأهل الزمالك بذلك لكأس الاتحاد الإفريقي في الموسم المقبل لينقذ موسمه بعدما احتل المركز الرابع في الدوري الممتاز. يذكر أن الزمالك قبل انطلاق المباراة رفع شعار إيد واحدة داخل وخارج الملعب، بعدما شهد معسكر اللقاء بالإسكندرية حضور بعض اللاعبين المستبعدين من المواجهة. أحسن لعيبة كورة أولاد نادي حقيقة.